ذكرنا سابقا أن لكل عقدة جملة محاور محلية تمثل بالأرقام 1، 2، 3، وهي توازي محاور الجملة العامة. وكما رأينا، عندما نقوم بتعيين مسند في العقدة المختارة، فإننا نقوم بتقييد درجات الحرية للعقدة بالشكل الذي نختاره. ودرجات الحرية هذه هي انتقالات باتجاه المحاور المحلية للعقدة، ودورانات حول المحاور المحلية للعقدة المختارة. إذا تمكنا من تدوير جملة المحاور المحلية للعقدة لتأخذ وضعا جديدا غير الوضع الافتراضي الذي تكون فيه المحاور المحلية توازي محاور الجملة العامة، فستصبح درجات الحرية المتاحة للعقدة 3 انتقالات باتجاه محاورها المحلية بالوضع الجديد، و3 دورانات حول هذه المحاور. والمثال التالي يوضح ذلك. لنفترض مثلا أن لدينا النموذج التالي، والذي يحتوي على عنصر إطاري مائل بزاوية مقدارها 30 درجة عن المحور الشاقولي. ولتعيين مسند متدحرج يمنع الانتقال باتجاه محور العنصر الإطاري المائل، قم بما يلي: اختر عقدة نهاية العنصر الإطاري المائل، ومن قائمة الساين اختر الأمر الجوينت، ومن القائمة المنبثقة اضغط على الأمر لوكال أكسس ليفتح البرنامج صندوق الحوار جوينت لوكال أكسس، حيث يمكننا تدوير الجملة المحلية للعقدة من خلال هذا الصندوق، وذلك بإدخال زوايا الدوران للجملة المحلية للعقدة حول المحاور الإحداثية العامة للمحور Z للمحور Y للمحور X، وإدخال قيمة موجبة لزاوية الدوران حول أحد المحاور، يعني أن التدوير سيتم بعكس عقارب الساعة عندما ننظر باتجاه ذلك المحور. الآن قم بتحديد زاوية للدوران للجملة بحيث يكون المحور رقم 3 للعقدة منطبقا على محور العنصر الإطاري المائل، ويتم ذلك بتدوير الجملة المحلية للعقدة حول المحور العام Y بعكس عقارب الساعة بزاوية مقدارها 30 درجة. اضغط OK فيقوم البرنامج بإظهار المحاور المحلية للعقدة التي قمنا بتدوير جملتها الإحداثية المحلية حول المحور العام Y، وتبقى المحاور المحلية لباقي العقد مختفية كونه لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث بقيت جملها الإحداثية المحلية بالوضع الافتراضي، حيث لا يظهر البرنامج المحاور المحلية للعقد والتي تأخذ التوجه الافتراضي الموازي للمحاور الإحداثية العامة. الآن لاحظ اتجاه المحور رقم 3 للعقدة بوضعه الجديد كيف أصبح منطبقا على محور العنصر الإطاري. فإذا قمنا الآن باختيار العقدة والضغط على الأداة Assign Joint Restraints وقمنا بتقييد درجة الحرية باتجاه المحور رقم 3 للعقدة، فسنحصل على المطلوب بعد الضغط على الزر OK. لاحظ النتيجة. وإذا أردت إعادة وضع الجملة الإحداثية المحلية للعقدة إلى الوضع الافتراضي، قم باختيار العقدة المطلوبة، ومن قائمة Assign اختر الأمر Joint، ومن القائمة المنبثقة اضغط على الأمر Local Access ليظهر صندوق الحوار Joint Local Access، وفي صندوق الحوار هذا فعل الخيار Use Default واضغط OK لتعود الجملة الإحداثية المحلية للعقدة المختارة إلى وضعها الافتراضي.